تحصلت الجيبارد خلال تحقيقاتها على وثائق حصرية تظهر أن القائد السابق للدرك الوطني اللواء غالب القصير أفسد تماما التحقيق الموكل إلى أجهزته بشأن المشتريات العامة للنقل الجامعي. وتعمد القائد السابق لقوات الدرك الوطني حذف عدة عناصر تدين كبار المسؤولين ووزراء الحكومة بهدف وحيد، هو السماح بالسجن المؤقت لعمال ذوي الدخل المنخفض في الديوان الوطني للخدمات الجامعية وصغار المسؤولين لحماية الرؤوس الكبيرة المؤثرين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فمن المعروف أن سوق النقل الطلابي قد تم منحه بشكل شبه حصري لعدة سنوات من قبل السلطات الجزائرية لرجل الأعمال المسجون والملياردير محيى الدين طحكوت، ولم تكن هذه الهيمنة ممكنة لو لم تكن المواصفات التي فرضتها رؤوس الهرميون في وزارة التعليم العالي على الديوان الوطني للخدمات الجامعية لصالح مجموعة طحكوت. للأسف هذه الحقيقة لم تكن فقط موضوع تحقيق أجرته محكمة سيدي محمد التي كانت مسؤولة عن التعامل مع ملف إهدار المال العام في بداية شهر جوان 2019، فقضاة محكمة سيدي محمد اكتفوا بتطبيق التوجيهات الهاتفية التي وصلتهم من أعلى دون تعمق في تحقيقتهم كما تمليه أخلاقيات المهنة. لذلك قام قضاة سيدي محمد بالتنفيذ بناء على نتائج التحقيق الذي أجرته مصالح الرئيس السابق للدرك الوطني اللواء غالب القصير، حيث أصدر المدعي العام السابق لسيدي محمد فيصل بنداس تعليمات للقضاة المسؤولين عن المشتريات العامة لملف النقل الجامعي بأن يقصروا أنفسهم على التحقيق الذي أجرته فرقة البحث في باب جديد برعاية الجنرال غالب القصير. الجيليبارد تحصلت على وثائق كان من الممكن أن يدرسها قضاة التحقيق في هذه القضية، وقد تم إخفاؤها في ملفات لائحة الاتهام للمتهمين المزعومين دون لفت انتباه قضاة محكمة سيدي محمد. ومع ذلك فإن هذه الوثائق تثبت بلا شك تورط كبار المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأن هذه الأدلة التي بحوزتنا تشير إلى أن وزير التعليم السابق الطاهر حجار كان قد أوصى بالفعل بإطار عمل يتعلق بمواصفات النقل الطلابي، وبالتالي فضل الملياردير القوي محي الدين طحكوت أنذاك. وعلى الرغم من وضوح هذه الوثائق فقد نجى الوزير طه حجار ومن معه، وتكشف وثيقة أخرى عن مكر المدير العام السابق للديوان الوطني للخدمات الجامعية عبد الحق بودرعة الذي لجأ وقتها إلى تواطؤ مدير تدقيق للتضليل وإقناع الأقسام المعنية بالنقل الجامعي حول مصداقية الإجراءات الإدارية المنفذة لمنح عقود النقل الجامعي العام لمشغل خاص. وحتى يومنا هذا لا يزال رئيس الديوان الوطني للخدمات الجامعية السابق حرا مثل الهواء، حيث تم إلقاء أصحاب الأجور الفقراء خلف القضبان في سجن الحراش. لكن لماذا كل هذا التلاعب الغريب؟ لقد علمنا أن كبار المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تربطهم علاقات جيدة للغاية مع كبار الضباط العسكريين ومسؤولي الدرك الوطني، بما في ذلك الجنرال غالب القصير الهارب الآن. وكان الأخير يتدخل بانتظام نيابة عن أقاربه، وخاصة لصالح أبناء حاشيته العسكرية والسياسية، للحصول على منح دراسية لهم للدراسة في الخارج، ولكن أيضا للحصول على درجات جامعية في الماجستير والدكتوراه على رغم ضعف المستوى. حتى أن الجنرال غالب القصير استخدم علاقاته مع وزارة التعليم العالي للحصول على مقاولين من وزارات القطاع الخاص من الأسواق لتزويد مئات المؤسسات الجامعية بالطعام والمعدات التعليمية الأخرى، وتقدر هذه العقود بالمليارات الممنوحة للشركات الخاصة التي تنتمي بشكل رئيسي إلى أعضاء عشيرة بالقصير. وهذا ما يفسر عدم توجيه أي تهمة لوزراء التعليم العالي السابقين مثل طاهر حجار ومحمد مباركي، وكذلك أمين عامهم صديقي صلاح الدين الذي أقالته رئاسة الجمهورية مؤخرا، ناهيك عن التواطؤ الواضح لإدارة التفتيش العام بهذه الوزارة
والمديريات المركزية الاستراتيجية الأخرى التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أخيراً، من الواضح أن بدء التحقيقات المتسارعة ضد رجل الأعمال محي الدين طحقوت من قبل لواء أبحاث باب جديد تحت رعاية رئيسه الملتوي غالب القصير هو جزء من عملية التسويق القضائي الاستثنائي الذي وجه الاتهام إلى ما يقل عن 140 مسؤول في يوم واحد فقط، بما في ذلك حوالي 20 موظف بسيط تم وضعهم تحت مذكرة توقيف في سجن الحراش. والغرض من هذه العملية هو إغواء الرأي العام لتهدئة غضب الحراك والمتظاهرين المسؤولين ضد سلطة الفساد في أعلى نقطة في الدولة الجزائرية. إفلات وحماية صارخة للمجرمين الحقيقيين من العقاب، لأنه باستثناء المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية لا يوجد مذنب مفترض من بين المتواطئين، فمن وافق على المشتريات العامة المشكوك فيها والتي تصل إلى مليارات الدينارات وتتساءل ألجيري بارت كعادتها ورغم معرفتها للجواب، إلا أنها تترك الجواب النهائي للشعب. هل ستعيد العدالة الجريحة إعادة النظر في هذه القضايا والتي لا يمكن الإفلات منها في ظل العدالة الحقيقية، خاصة وإذا علمنا وعلمتم أنها موثقة بالأدلة القاطعة التي لا تدع مجالا للشك؟